احنا اليوم موجودين في زازولو بالتحديد في بلو تاكتيكال. فهد فهد تعال 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 لا تهايط منك. والله جابك ربي، والله طحت بين يديني. طيب تعال علي بركات ولا؟ اي علي بركات. علي بركات اي خطوة ورا لو سمحت. يلا بس غلبك ركب لي هاي بس دقيقة. يلا الورع منا لا لعبة فاقة، يرمي لحم ما يرمي عصي وجوك. وجوك دائما قلنا خطوة عزيزة، عزلان هذه خطوة عزيزة. كيف؟ هذه خطوة عزيزة. في ومي ووجه حسن. المهم ان شاء الله احنا موجودين اليوم في عرق الامير انا والفهيد، راح نعمل هيك نشاطات حلوة جميلة، شوي لحم لا كثير كذا. شكلها على هالخشب شكل الحلقة هذه حلقة ختام. لا مش ختام، في ومي وشوي و... لا دقيقة، في ومي ووجه حسن. عرفت. طيب وش ما تعزم احد ولا بس انا وياك؟ بدون ما اعزم احد، لا حناكل كلنا، بس انا بدي منك طلب. ايوه تم. ناظر خلفك. شوف المنظر. اخي لا بدها بيت شعر، بيت شعر. لا بده تأمل، يعني ما تقدر تقول الا شفت المناظر هذه تقول يا الله الجنة. لا اله الا الله، ان شاء الله يرزقك يرزق المتابعين كلهم الجنه. اي والله الله يجعلنا من اهل الجنه، لانه احنا موجودين الان في عرق الامير. والله انا احبك حبيبي وانا احبك، وان شاء الله نتقابل انا وياك على سر متقابلين باذن الله، لانه احنا في هنا في ومي وجه حسن. يا هلا والله ابو علي. انت قلت لي قبل الهوا اقول هلا والله. ايه يعني هسه بقول لك هلا والله، شو بتجاوبني؟ هلا والله حق فويس اوفر. لا ولا هلا والله. هلا والله، هلا والله برجال زحزيح بعدين احجاج. شو اي والله زحزيح. ايه زي المرجيح. لا شو زحزيح يعني؟ يعني السحب المتكونه على الغيوم. زحزيح اسمه هاي بالمره. لا والله مكان حلو
ومن اهم الاشياء اللي الحين الحمد لله المجتمع صار فاهم له اللي هو عدم قطع الاشجار والاشياء هذه. اي والله قسم بالله يعني ترى لو تقطع الاشجار ما تشوف المناظر هذه. صحيح. ايش عندكم انتم التربه السوداء هذه؟ نعم ارض خصبه، ارض خصبه، ارض خصبه يا اخي، هذه لو تزرع بها اي شيء شعر تطلع عن جد. اربد، الصلط، عجلون، صدق جرش. كان في واحد صديق ابوي اخذ من تربه الاردن جاب قلابيات. قلاب احنا نقولها قلابات. اي اخذ تربه، تربه زرع بالسعوديه، زرع بالقصيم. كيف الوضع؟ تربه خصبه، تربه مليانه. صحيح. انت شايف الوضع، انت شايف طلع جبال اللي ورانا، طلع يعني احنا شوف احنا اليوم يمكن اليوم الخامس او السادس في الربيع، لسه ما تعمقنا بالربيع بالاردن. لو يعني لو تعمقنا بالربيع هذا ما بتشوف ولا صخره فعليا. انت تشوف صخره؟ لا لا لا، في يعني بعض الاماكن مبينه، بس خلينا نحكي بوسط الربيع فعليا العشب بيكون متر ومتر ونص. شوف الحين الشمس اذا طلعت وضربت العشب ترى بيطير. ولو والله يعني يتبع له رشات مطر هذه ترى ما شاء الله. اسمع اسمع، انا اليوم عازمك على شغله. وشو؟ انا نسيت اللي بقول. عازمك على مشاوي اردنيه، وهالمره انا بدي اعمل لك اياها شخصيا. اي وش الطريقه؟ خلاص كباب وشقف وشيش. احنا نسوي كذا، احنا انا وانت يلا خلينا نغسل. قبل ما تروح تجيبهن؟ اجيب وانت تغسل؟ لا والله انا متحرك حركاتك. روح جيبهن، روح جيبهن. يلا ساعدك. طب خلاص خلاص، مش بقوم انا، بقوم انا لحالي. قوم 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 قوم. وين نروح؟ قوم نجيب الاكل. الله، هذا اللي عازمه. يا حبيبي والله يا علي. لا انت عندي مشاوي يا اخوي في طب امشي رابع الجمر اللي يخليه بدقيقه. شغلك الجمر شغلته. طلع الله عليك. لا 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 يا معلم، معلم يلا يا فهد شد ايدك. فهد يا مرحبا فيك في ربوع الاردن. الله يبقيك. ها الله يبقيك حبيبي، عزانك كفيت ووفيت. والله انك تستاهل اكثر. وش لو تشوف امي هذا بالتلفزيون؟ انت ما بتساعد امك شكلك ولا لك دخل؟ والله ساعد. والله تساعد؟ والله طباخ انا، بس ما اطبخ هذول كيف كباب. المشاوي ما احبها انا. طب تعرف تسوي كباب هيك مثلا؟ لا لا انا شوف استلمت هذه اللي شقف. شوف سموها بالسعوديه شيش طوق. لا الشيش هذا، هذا هذا شيش اللي هو دجاج شيش. احنا نسميه شيش طوق لحم. لا احنا نسميه شقف. شقف لا شقف وكباب. لا شي لحم احنا. بس والله انجزنا يعني. اعلمك كباب سنعلم. بتدحبرها اول شيء زي ما بتدحبر لقمه المنسف، اللبن والرز واللحم. ها حلو. بعدين طلع طلع بس ناظر، اسرق انظارك وتغزها بالسيخ ماشي، وبتفردها على السيخ. ها افرد هيك شكل افقي. طلع طلع ايش تطلع يا تعال. انا قاعد اطلع يا اخي، اطلع بداني، انا اطلع بعيوني. طلع بعدين اسطوره والله. نفس اللي باع بال محلات. ورا ما تفتح لك محل؟ ها تفتح لك محل حق كباب. نترك الاعلام شو رايك؟ ها نترك الاعلام. انا شقف وانت كباب. والشيش مين يسوي؟ مخرج. مخرج نشوف ندور لنا واحد. اسأله والله بيعرف يعمل شيش. هذا تعرف سيف؟ تعرف تعمل شيش؟ واضح مسكتك لل شوف هذه اللحم معروف انه بعض المرات صعب فهمت تصير فيه كميه عصب. صحيح. فتجي تقول كذا يا ويلي ويل. لا هذه خلاص. يلا اخوي فهد، فهد يلا تناولني اعطيك الكباب. ها روح يسار عشان نروح مكانك انا. ها ثواني بس. يا هلا ورحب. انا كثر ما رحبت فيك انت. على شو شوي، على شو شوي، لاني بجهز الشيش. ها يلا احسن الشيش لذيذ. الشقف بيطول لانه خلينا نحط الشقف كمان.
الشقف يطول اكثر من الكباب؟ طبعا الشقف يطول اكثر من الكباب، الكباب يا دوب بس شمم ريحه النار يستوي خلاص، خلوا بس يشوف النار يستوي. اي تعرف شغله؟ الناس اغلب الناس بيفكروا انه السياحه بس اثار قلاع وشغلات رومانيه وبيزنطيه وقبور ومقامات، لا هاي كمان سياحه، هاي سياحه، اجمل سياحه هاي. انا بالنسبه لي الفي والمي والمناظر هاي والشجر والطبيعه، انا بالنسبه لي كعلي احلى بكثير من الاثار وهي الشغلات. رتويت انا اي دوله لو بروح، يعني دوله بروح عشان الطبيعه. رتويت قلت له صدق والله، يعني لو بروح مثلا هولندا، وما هولندا وعندهم تاريخ اوكي، انا حبيت التاريخ، انا اول مره ترى اروح كذا عشان رحله تاريخ. طلع وشوف طلع كيف اللون، طلع كيف اللون صار، طلع ذهبي. شوف علي اليوم غدا الفهيد عندي، ها غلبتك غلبتك. لا تعبتك، لا غلبتك راحه. فاول مره انا ازور اماكن تاريخيه بحياتي، يعني ما انا من محب التاريخ والقلاع كنت اول اروح سوريا مع ابوي يعني صغير، ما كنت فاهم يعني إيه؟ ورينا شوف هذه قلعه صلاح الدين ايوبي وهذه ما ادري ايش، خلاص مش هاوي لهي الامور. ايه في ناس، بس في ناس كثير هاويين. لا اقصد هذا اول الان يوم كبرت وصرت يعني وعي، يعني وجيت الاماكن هذه حسيت بالاشياء من قيمه الشيء، قيمتها. ايوه اي، يعني يجي يقول لك شوف القطعه هذه بقيمه البنايه اللي مبنيه كامله للمتحف مثلا، هي قطعه صغيره صح عمرها الاف السنين بكون، فتستشعر القطعه دي شيء يعني شيء كبير. لا والله انا بنصح عن جد، بنصح كل شخص اليوم بشوفنا عن جد، يعني بخصوص الاردن بالتحديد لان احنا موجودين في الاردن، الاردن عن جد بلد يعني وجهه سياحيه جميله، بتلاقي فيها كل شيء، بتلاقي فيها مي، بتلاقي فيها خضار، بتلاقي فيها شجر مثمر، بتلاقي فيها محميات. لو اغلب اللي يروحون سياحه قبل يروحون يسالون عن الدوله من ناحيه التكاليف مثلا اقامه، تكاليف الدخول عشان يعمل البادجت تبعه يكون عارف الدخول للدوله، السياره، المعيشه. الاردن تعتبر من الدول الممتازه سياحتها، سياحتها يعني في متناول الجميع، فندق 5 نجوم، سياره يعني من السيارات الحلوه، المرافق الموجوده، المرافق يعني متوسطه خلينا، المطاعم هي غاليه صحيح، الفنادق يعني اللي تكلم عن 5 ستار هذا ما هي غاليه صحيح، فتعتبر دوله حلوه يعني. طلع فيد، طلع تجذب السياح. طلع شيش، والله رسمه، بالله عليك والله رسمه. اثار ولا مش اثار؟ لا قلعة. تعبتونا شوي، نار بعدين جو حامي، اللهم اجرنا من النار. اسمح لي يا اخوي فهيد اقدم لك هذه الورده من كل اردني واردنيه، هديه للشعب السعودي. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك، وهديه عزيزه من شخص عزيز ومن دوله عزيزه ومن برنامج عزيز يا حبيبي. وجينا لختام حلقه خطوه عزيزة.